ألم تغير حداثة صناعة الفخار وتطور طرق تشكيله خصوصية صناعته في السودان؟ إذ ما زالت يدوية عملي تقدم ذات الشكل الجميل بعد رحلة شاقة من الإبداع. في البداية ممتدة بتصفية الطين من الشوايب، بتاخذ لا يوم أو يومين. بعد كده بياخذ لي يومين بتاع في الشمس والتهوية اللي هي أهم مرحلة هي مرحلة التشكيل اللي هي حاليا شغالين فيها. فبترصى بطريقه معينه في أفرام معده للغرض ده وبيتحرك بالحطب منطقه الجماير بمدينه ام درمان هي اشهر المناطق التي تنتشر فيها المصانع اليدويه لعمل الفخار باشكاله المتنوعه واستخداماته المختلفه واشهرها الزير وهو مصطلح شعبي لوعاء من الفخار يوضع به ماء الشرب ويمارس العشرات مهنه تصنيع الاواني المنزليه المصنوعه من الطين والله نستمر نستمر في انتاج الخزف بصوره المتطوره يعني الناس مرتجيه ما في ما بتعمل شغل تقليدي لكن العمل ده ممكن ياخذ محاور جديده وناس فعلا حتى في الجسم إحنا ابتدينا نواكب ما هو جديد منافسه المستورد من الاشكال الفخاريه هي اكبر التحديات التي تواجه سوق الفخار في السودان الذي عرف تلك الصنعه منذ حقب قديمه وبالنظر لبيئه السودان وجغرافيته فإن واقع هذه الحرفة أقل من المأمول. بيجينا فخار من الصين يعني مطلي بألوان بأكريلكس وأشياء يعني خامات حديثة بأسطح وألوان ممكن تكون أخاذة. دي يمكن جعلت يكون عنده رواج في السوق ويبقى المنافسة بتاعتها صعبة. ويطمح المختصون بأن تولي الدولة اهتماما لتطوير مصانع الفخار. وأدوات الإنتاج حتى يتثنى المحافظة عليه كجزء من ثقافة السودان مع أن سوق الصناعات الفخارية لا يزال يجذب المهتمين بالتراث والموروثات القديمة ويستقطب الزبائن إلا أن أصحاب المهنة في السودان يشتكون من محدودية الإمكانات وضعف الاهتمام سبأ سيف الدين الغض العربي الخرطوم